فقرة خاصة بالفاشن مقدمين لكم اياها اليوم انا وميسا، وهي ضمن الفرصة الذهبية. لما عم نقول فرصة ذهبية يعني مقدمين لكم كوليكشن حصري عبر سيتروس تي في، ما بتلاقوه بأي مكان ثاني، سعر جدا تنافسي، فترة جدا محدودة، وكواليتي جدا عالية وكميات محدودة. اليوم مزبط. أول مرة نقدم الفرصة الذهبية على شيء يخص أناقتكم، خلينا مع بعض نشوف شو نحن مقدمين اليوم. بس يا ترى من أي براند؟ هلا بدنا نشوف، خلينا نشوف من يلا. احلى البراندات الموجوده عبر سيتروس تي في. واو واو، اليوم عم نحكي عن براند نجاح جدا كبير على شاشه سيتروس تي في، سرايا. دائما بيقدم كوليكشن غير شكل، بس هالمره خلينا نحكي هيك تعدى كل التوقعات وقدم كوليكشن كثير حلو ليواكب فيه المشاهير واطلالاتهم. مزبوط. اوكي السماح، هيدا الديزاينات اللي عم نشوفها هلا على الشاشه، هيدي الديزاينات هي ديزاين التقشيطه او هو اللباس المغربي الاعتيادي اللي بيلبسوه العرايس اوكي بالمغرب العربي، وكمان بيلبسوه هون لحتى يحصلوا على طله كثير حلوه. هيدا خلينا نحكي القفطان المغربي او التقشيطه سعره ما بين 6000 ل 30000 ريال سعودي، واحيانا على فكره السعر بيتعدى هيدا الشيء. ليش نحن ندفع هالقد اذا نحن اليوم مقدمين لكم ضمن الفرصه الذهبيه كميات محدوده نفس التصاميم بنفس كواليتي المشاهير احلامه وغيره ومثل ما شفناهم، لكن باسعار مدروسه. خلينا نشوف مع بعض التصاميم المختلفه اللي احنا مقدمينها لكم اليوم. انتقلي برحلة خيالية إلى المغرب العربي مع جلابيات سرايا مروك الرائعة. تقشيطة باللون الأزرق ورقمها 768370. تقشيطة باللون الأسود ورقمها 768360. تقشيطة باللون المارون ورقمها 768380. كوني أميرة من أميرات ألف ليلة وليلة مع جلابيات سرايا مروك المستوحاة من المغرب العربي. إذا مثل ما شفتوا مجموعات بتاخذ العائل مستوحاة من المغرب العربي، ومباشرة رح نبلش بأول جلابية وهي باللون التيلي اللي أنا كثير أغرمت فيها واللي طبعا خطفتها مني ميسا اليوم ولبستها. أكيد طبعا، عم نشوفها هيك مميز. عن جد عم نشوفها على ميسا قديش هيك كثير حلوة ومميزة، بصراحة ما بعرف شلون بدي أتغزل فيها، بالقماش اللي هي موجود اللي مصنعة منه من الساتان وأيضا الساتان الحريري، الحلوة البطانة منها وفيها بالداخل، التطريز الأحجار والكريستالات الموجودة هون، يعني حجار كبيرة، كريستالات كتير كبيرة، حتى هون شوفي الأزرار عاملينها بشكل الصدف الذهبي. صحيح. التناسق الألوان أول مرة بشوف هيك جمال من الأسود للذهبي للون اللي هيك الموف اللي كاسر طبعاً هيدي الألوان. في تناغم، بتحسي عن جد إنه القطع كلياتها فيها تناغم بشكل كتير كبير. وإذا عم نشوف هون هي اللباس أو التقشيطة المغربية المعروفة بهذا الاسم، إذا عم نشوف القماش اللي تحت كمان قديش كتير حلو، كيف هن عاملين الكفر لإله بهيدا اللون، حتى هذا اللون مدرج يعني منه لون واحد، عم نشوف هون لون غامق وفاتح، وأيضا كمان التطريزات اللي كتير حلوة، ما بننسى كمان إنه هي إلى الحزام الخاص فيها. مباشرة حنشوف هاللوك اللي بياخذ العقل على نيلما قديش عن جد بيخطف القلوب. معروف سرايا سماح، يعني كل الكوليكشن اللي بيقدموها مختلف عن غيره. انا نسينا نخبرهم اهم شيء انه بيجي كليب بالقطعه اللي هي الخلفيه، اوكي، بحيث انه فينا نحطه على راسنا اذا بدنا نعمل هيك لوك مختلف شوي، اوكي، فممكن نعمل هذا الشيء، ممكن نخليه عادي على الظهر بيعطي شكل نفس هيك اللي بنشوفه في التصاميم المغربيه، اوكي، وبيحطوه على راسنا شكله كثير حلو. بنرجع نذكركم ان هذه التصاميم كلياتها مستوحاه من تصاميم لبسوها اهم المشاهير العرب، لكن التصاميم تبعهم هي باسعار تتفاوت من 6000 ريال سعودي الى 30000 ريال سعودي. واو. شوفوا الاسعار المدروسه اللي نحن اليوم قدمينها، شوفي قديش حلوه هيدا الغطاء اللي حاطينه، قديش مشتغلين عليه. عاده هيك اشي بتكون ساده
او اذا انت حاطه مثلا شاله عاديه، هون التطريز تكلفته لوحده مبلغ كثير كبير. عم نحكي عن تقشيطه او لباس مغربي بيناسب حتى كثير من العروسات، اذا انت رايحه على ليله الحنه الخاصه فيكي، اذا انت كنت ام العروس صديقه العروس، فهذا هو اللوك اللي انت عم تحلمي فيه واللي عم تحلمي فيه. احلى انه السعر جدا تنافسي، مستحيل حدا يشوفك لابسه هيك الا ما يتوقع انه هي اكثر من 6000 ريال سعودي، بتوصل ل 30000 سعودي، لانه احنا نحكي عن جوده جدا عاليه، تطريز كثير فخم. مجهوله بتحسيها سماح متعوبه عليها، تطريز الفصوص التفاصيل كلياتها، حتى قلنا القطعه اللي هي بتنحط على الراس كيف ان هم عاملينها بشكل بيعطي كمان جاذبيه، كيف انهم مدخلين الالوان مع بعض، يعني بتحسيها ان كلياتها مكمله بعض، تدرج حتى انه مختارين درجات غريبه منا معودين ان احنا نشوفها. صح، يعني مزبط. ما بنشوف اللون الازرق مع اللون البينك، غريب كثير وحلو كثير، ملفت للنظر. وايضا سعره ضمن الفرصه الذهبيه اللي لما عم نقول نحن فتره جدا محدوده، كميه جدا محدوده، اذا ما طلبتوها اليوم ما رح تحصلوا عليها بعدين، وطبعا هي قطعه بتاخذ العقل. هلا رح نحكي عن ملك الالوان، مين فينا ما بيحب اللون الاسود؟ الاسود هو اكثر لون بتحس السيده فيه بالامان. اوكي، سو نحن مقدمين كمان هيدا التصميم، رح نشوف مع بعض هيدا التصميم، شوفوا الشغل اللي فيه قديش يا جماعه كثير كثير دقيق، شوفوا حتى احجام الاشياء اللي مستخدمينها كلياتها صغيره، شوفوا التفاصيل اللي هون قديش بتعطي لمعه، شوفوا اللمعه على الشاشة قديش حلوة، كمان طبقتين سماح مثل ما نحن شايفين عنا، عاطين انعكاسة كتير حلو، حاطين من تحت اللون البيج. الحزام واو، طبعا هيدا أكتر شيء بيميز التقشيطة المغربية اللي نحن اليوم رح نشوف تفاصيلها كيف شكلها. شوفي الشغل اللمع. هون يس، شوفي الشغل قديش دقيق، رح نشوف كيف شكل الإطلالة لما ترتدي هيك قطعة، قديش إنها رح تخطف انظار كل الناس اللي حواليك. مزبوط، مثل ما عم نحكي عم نشوف انه نحن اللون الاسود ملك الالوان، واللي حبيته هون انه عاملين الاسود مع اللون البيج، اللون البيج اللي كمان مكحل اللون الاسود وعاطيه صحيح هيك مثل زوايا وبروز للون الاسود. اذا عم نشوف الشغل، الشغل من منطقه الصدر والقبه لحتى منطقه الحزام وايضا لاسفل الجلابيه، وما بننسى القطعه اللي موجوده باعلى الجلابيه اللي بتغطي الراس كمان مشغوله، بس على فكرة سماح ما بتحسيها معجقة، لا يعني لا. شفتي هيدا الشغل كلياته ومع هيك ما بتحسيها معجقة. وكمان حابين نخبرهم شغلة، انه في حزام اذا انتم منكم حابين انتم تلبسوا الحزام الخارجي، في حزام خاص بالجلابية لحتى مثلا اذا انتم حابين ترتدوها لحالها. اوكي، شايفين الشغل قديش انه دقيق، شايفين الالوان كيف فيها تناسق، حتى درجة الذهبي اللي مستخدمينها درجة بتحسي ان هيك قوية، فيها لمعة كثير حلوة وبارزة. وعن جد القطعه اللي هم حاطينها من ورا قديش ان هم كثير كرييتيف، يعني كرييتيف لحتى يحطوا هيك تصميم عن جد بيعطي شكل كثير رائع. مزبوط، اذا قطعه بتاخذ العقل. عم نشوف الكريستالات الروعه باللون العسلي واللون الذهبي المتناغمه مع الجلابيه اللي هي اوريدي باللون الاسود، والبطانه اللي تحتها بيج. اول مره بنقدم هيك تشكيله بالوان بتاخذ العقل، لون ملكي، فخمه جدا، ما بت اذا بتشوفيها ما بتقل قيمتها عن 15 30000 ريال سعودي، لكن نحن عم نحكي عن سعر جدا زهيد عم تشوفوه على يمين الشاشه، لانه هو ضمن الفرصه الذهبيه، ما رح تحصلوا عليه غير لفتره قليله. شوف الشغل اللي باسفل الجلابيه، يعني هذا الشغل لحاله حقه بلاوي، اطار بتحسيه اطار. اوكي، عن جد بتحسي انه كل، خلينا نحكي كل مليمتر بهيدا التصميم مجهول، لهيك نحن اذا اجينا قارناه مع اي شيء ثاني موجود بالاسواق فهو لا يستحق الا ان يقارن باطلالات المشاهير اللي هي اسعارها الافات مؤلفه، اللي انتم اليوم بفرصه الاسبوع بتحصلوا من براند كثير مشهور، او الفرصه الذهبيه. صحيح، سوري، الفرصه الذهبيه بتحصلوا على عرض جدا مميز. مزبوط، هلا حننتقل على الجلابيه الثالثه اللي نحن مقدمينها بالستايل المغربي اللي انا اليوم لابستها وحاببتها كثير، يعني اطلاله ولا احلى من هيك، كثير حلو اللون عليها، حبيت التطريز الموجود فيها، اذا عم تشوفي من منطقه الصدر منطقه الحزام قديش كثير حلو اللمعه لحالها، واذا عم تشوفي كمان اذا عم تشوفي هون في حزام ثاني اللي هن بتربطي فيه، فيكي تشيلي الحزام هذا وفيكي تتركيه حسب اللوك اللي انت بدك اياه. شوفي الاكمام قديش كثير حلوه، وانا حابه يشوفوا كمان حتى القطعه اللي موجوده هون اللي حاطينها على الراس الى كمان هون اذا موجوده فيها لمعه، فيها تفاصيل كثير دقيقه. وعم نشوف بس لو توتي راسك شايفين اللمعه في، لا بدي نورجيهم البكله اللي موجوده هون اللي بتساعد انه تلبس بكل سهوله، يعني ما بتاكلي همه، شايفه
بتتبكليها بكل سهولة وبصير عندك أحلى طبعاً قطعة خاصة بالرأس. عم نشوف مباشرة اللوك المتكامل على الموديل لما كانت معنا، قديش لبسته كانت كتير حلوة وقديش سهل إنه يرتدي أي شخص بكل سهولة. إذن عم نشوف هون اللوك المتكامل الحلو اللي لابسته نيلما، لون بياخد العقل. اللي حبيت فيها إنه هي هيدا اللوك جاي باللون المارون، التطريز كلياته من اللون الذهبي. هالمرة حبوا يغيروا إنه حطوا لون واحد بتطريز لون واحد خزف هيك وخرز باللون الذهبي، عطى لوك ملكي. يعني بتحسي عن جد سلطانة أو بتحسي مثلا إنه ما بعرف أميرة لابسته، وخاصة الصبية بليلة الحنة تبعها مثل ما قلت أختها للعروس، صديقتها المقربة أمها، فهي كتير مناسبة. كمان بدي أحكي عن الاحتشام ميسا، قديش حلو قديش محتشمة هي الجلابية. أكيد لأنه هي لو تشوفيها سماح تبرز كل شيء بأنوثتك، لكن بشكل كتير كتير حلو. شايفين هون التصاميم كلياتها تصميم عن جد كتير مميزة، خاصة أنه نحن عم نحكي عن لوك محتشم في كل التفاصيل جدا رائعة، من حيث الجودة ما علي كلام، من حيث الأسعار أكيد مليون بالمية ما علي كلام. اليوم نحن مقدمين مش تصميم، مقدمين ثلاث تصاميم. واو. براند كتير معروف، جودة جدا عالية، السعر مدروس. شايفة هون لما بتنزلي حتى القطعة تبع الشعر تعطي لوك كتير حلو، وكل لوك مختلف عن اللوك الثاني تماما. يعني مش بتقولي انه نفس التصميم بالوان مختلفه، لا، نحن مقدمين شيء مختلف تماما، وبنحكي انه هيدا التصميم هو التصميم الكلاسيكي للتقشيطه المغربيه اللي هي المعتاد، اللي هو لباس العروس بالمغرب. مزبوط. العربي مزبوط. اذا مثل ما شفتوا عنا جلابيات بتاخذ العقل باسعار جدا تنافسيه. عم تشوفوا هلا الجلابيه اللي بتاخذ العقل باللون المارون والتطريز الذهبي، سعرها جدا تنافسي ضمن الفرصه الذهبيه، رح تحصلوا عليها اليوم لمده جدا قصيره، وايضا الكميه جدا محدوده. اذا ميسا صار هلا وقت نذكرهم على السريع ثلاث تصاميم مختلفين عنا. اللون اللي هو الازرق، لون التيل اللي هو كثير حلو مثل ما حكينا بكل تفاصيله، ملك الالوان اللي هو ما في لون بيغلب عليه، هو اللون الاسود. وعندنا التصميم الاخير هو اللون البردو اللي انت لبستيه. ثلاث تصاميم نفس الفكره، لكن كل واحد مشغول بطريقه مختلفه، بسعر جدا مثالي. السعر اللي نحن مقدمينه بيكون ضمن الفرصه الذهبيه، يعني لحقوا او ما راح تلحقوا على الكميه المحدوده اللي عنا اياها اليوم. اذا راح نترك لكم الفرصه انكم تطلبوا هالجلابيات الرائعه المستوحاه من المغرب العربي من ماركت سرايا من خلال الارقام اللي حتظهر هلا على الشاشه. للطلب والاستفسار اتصلوا بالارقام المرادفه لبلدكم على مدار الساعه، او زوروا موقعنا citrusv.com. يمكنكم ايضا الطلب عبر التطبيق على ابل واندرويد.